الراديو 90 90 هواها مصري. ورجعنا لكم تاني في الراديو بيضحك على الراديو 90 90 دايما هوانا مصري. ومعانا ولسه مكمل معانا النجم الجميل جدا محمد ثروت. وصلنا عند نقطة الترند، مسلسل على منصة احنا مش متعودين على كده، كان نازل رمضان ما نزلش في رمضان، فجأة نزل وترند من اول يوم. اما الناس كلمتك اكيد كله بقى يكلمك يقولك الحق المسلسل ترند، المسلسل ترند. كنت متوقع ان انت توصل لدرجة ان مسلسل مش هنقوله مشفر ده على ابلكيشن لازم يبقى حد مشترك وبيدفع ومركز في الابلكيشن يشوفه يبقى ترند؟ لا والله مش متوقع خالص، يعني هي حاجة زي ما تقولي ايه كرم ربنا كده، يعني مش شطاره من حد، الحمد لله رب العالمين. طب ايه سر الخلطة اللي في المسلسل ده اللي خلت المسلسل ده يفرقعك؟ الفكرة ذات نفسها ان هو فكرة اللي هما الفرقتين والكومبيتيشن ما بينهم هما الاثنين، فتلاقي ان في مجموعة من الجمهور بيتعاطف مع الفرقة مثلا بتاعت هشام ماجد، وفي مجموعه من الجمهور بيتعاطف مع الفرقه بتاعت شيكو وبيتشدوا مع ده، وبيتشدوا ان هل ده هيكسب ولا ده هيكسب في الاخر، المواقف اللي موجوده. حاجه تانية اللي احنا بنعمل كام موقف حلوين، فبنقعد بقى نتنكر في شخصيات وبنعمل مواقف وبيجي لنا مواقف موجوده، وبالتالي احنا بنعمل التشالنج اللي موجود في التحدي بتاع اللعبه ذات نفسها، ده في حد ذاته كوميديا. ثروت نجم في الكوميديا قوي، ولما لو عايز يعمل جد وعايز يعيط الناس هيعمل كده، والتمثيل لعبتك ودي حاجه معروفه عنك. اما بتيجي داخل عمل بتقعد بقى تفكر انا ترتيب اسمي ايه وانا هتحط فين ولازم وضعي ولازم، ولا انت الحاجات دي عمرها ما بتفرق معاك؟ بص انا بحس ان هي الحاجات دي يعني ايه زي ما تقولي هامشيه شويه، يعني في الاخر اللي بيتبقى الجمهور ما بيركزش في ترتيبك وكمان اللي بيتبقى في الموضوع ده وخلاص بعد 20 سنه ولا 30 سنه لما تيجي مثلا تتفرج على الفيلم على فلاشه ولا اي حاجه، تتفرج على الفيلم على طول ما بتتفرجش على التتر ولا بتبص على الافيش، يعني حتى الافيش ده نفسه في الاخر ما بتشوفهوش. وعلى ذكر المنصات دي دلوقتي كلها فيها اوبشن ان انت تعمل سكيب للبدايات ده فعلا يعني حتى البدايه بقى بتروح بقى نخش على الحلقه، بيبقى شغلك اللي هو جوه الشغل ذات نفسه ده اللي بيخليكي بقى اول اسم ولا تاني اسم ولا تالت اسم. منى مراته كانت معاك في المسلسل، هذا فعلا. احكي لي بقى كواليس الشغل وانت والمدام كده في الشغل عامله ازاي؟ والله كواليس جميله جدا الصراحه. طبعا احنا بنصحى مع بعض عشان عشان نروح التصوير عندنا اوردر يلا يا هانم ورانا اوردر وبتاع. ومنى كانت طالعه المفروض خطيبتي في المسلسل كمان، يعني نبيله وانا جميل والمفروض ان احنا مخطوبين وهنتجوز المفروض، فبشتغل مع شيكو في اللعبه يعني عشان يبقى في فلوس عشان اتجوز نبيله اللي هي منى. طبعا المواقف بقى اللي هي فيها حب كوميدي والكلام ده كله بيننا وبين بعض في المسلسل ده كان افيهات بالهبل، يعني حتى معتز التوني كان بيضحك اساسا في الحقيقه، يعني بيضحك على اللي انتوا عاملينه مع بعض واحنا متجوزين كمان. انا عايز اقول لك على موقف انا شفت منى فيه في العرض الخاص بتاع 3 ايام في الساحل. قبل ما انت تطلع وقبل المسرحيه ما تبدا كانت قاعده عماله تتكلم على التفاصيل وانها قد ايه حاسه ان انت تعبان وقد ايه انا شفت، يعني انا اعجبت بيها، انا شفت ست بتتكلم عن مش حبيبها ولا جوزها ولا فتى احلامها، راجل هي شايفاه انجح واحد وهي عايزه تعمل اي حاجه عشان تشوفه احسن واحد في الدنيا. انا بحس ان هي من اهم الشخصيات اللي هي بتحاول تساعدك جدا وتديك رايها ومهتمه بكل التفاصيل. احكي لي بقى عن دورها في شغلك. بصي يا منى انا نعرف بعض من بقالنا حوالي دلوقتي 17 سنه تقريبا، ما شاء الله ربنا يكرمك. يعني من ايام زمان خالص. فو منى زياده ان هي كمان يعني مراتي وام سليم ابني مناح، هي مديره اعمالي كمان. والسنسور اللي بثق فيه او بثق في رايه، يعني اي ممثل او اي فنان عموما بيبقى فيه سنسور جواه كده، الحاجه اللي داخلها دي حلوه ولا وحشه، هتكمل ولا مش هتكمل، هتسقط ولا مش هتسقط. فبالتالي بحس ان هو السنسور بتاعه ده لما بيبوظ شويه نتيجه اي عوامل خارجيه او اي عوامل داخليه، يعني بيبقى فيه لازم سنسور قريب منك او حد خايف عليك او حد بينصحك لانه بيحبك او حد بينصحك بغض النظر عن اي مصلحه. فبالتالي ده لازم تثقي في كلامه. منى من النوعيه ديت، ومنى من زمان وهي سبورت في ظهري وورايا على طول ودايما بتشجعني، ودايما بلاقي في رايها ان هو في جانب كبير قوي من الصحه بيبقى موجود فيه في الراي عموما. اكتر حاجه بتقعدوا تتنقروا عليها بقى في البيت ايه؟ لا كتير بنتنقل في حاجات كتير، لان هما يعني زي ما تقولي ايه وجود عقلين في نفس الموقف
بيبقى فيه مناقره كتير وبيبقى فيه جدل كتير وبيبقى فيه حاجات كتير. وانا بالنسبه لي ظاهره صحيه جدا طبعا، لان هي بيبقى فيه راي وفي راي اخر وفي كلام وفي مجادله وفي اسباب مثلا ثبوت النجاح الراي دوت او اسباب ثبوت النجاح الراي بتاعي او بتاعها، وبالتالي بنقعد نتناقش فيه بنجيب احسن ما في الموضوع او بنلم الموضوع. الراجل ده ديمقراطي واحب احييك الله يخليك وسامح بالاختلاف في الاراء. اسمعوا يا رجاله، راجل زي الفل، وبنحييك وبنحيي منى طبعا، وبنوجه لها تحيه وسلام كبير جدا. وهنطلع فاصل ونرجع نكمل ده. حلو ختام اللينك ده، عارف كده رومانسي. نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني في يوم العالمي للمراه وبتاع. الحمد لله.